الحمد لله يعني كانت بداية موفقة، لأنني بديت مع عمالقة المسرح في آنذاك. يعني لا كنخاف نذكر شي اسم وننسى الأسماء الأخرين، وكانت من ذاك الوقيته والأدوار الصعبة كتعطى ليا. لا فرندان، لا جاوني أعمال من طبيعة الحال، ومن يمكن أنا الغلط ديالي ما امتنعت عليهم. جوج ديال الأعمال مسلسلات، لأن أنا أولا خصني نمتع راسي عاد نمتع الناس، ما اقتنعتش بالدور رديت الأعمال. أنا نفضل نغيب وما نقدمش حاجه اللي ما يرضاش عليها الجمهور وما رضاش عليها انا الاولى. بعدا خصني نقتنع انا الاولى بالعمل كما قلت لك. الادوار اللي لعبت كلهم ديال من الكتابه ديال السي محمد الجم كلهم قريبين لشخصيتي، ما نكذبش عليك. خصك تعرفي واحد القضيه، انني ما كنطلع نقدم العرض الاول والثاني والثالث حتى كنكون بكيت، كنبكي باش كنلقى راسي، لقى شخصيتي. في الدار كتكون واحد الحاله ما نقولكش ساده عليا، واللي في الدار الله يكون في عوانهم كيكونوا مسانديني وعارفين، واولهم البشير كيكون الله يسمح لي منه كيكون حتى هو يعني ولا كيقدر داك الشيء اللي انا فيه، كيعرف بان صافي عندي عمل جديد راني في مخاض. لما كان سي محمد الجم كيكتب يعني كان كيكتب على الفرقه، كل واحد كيعرف امكانياته شنو هي، لا هو ولا المخرج الدشراوي، كان كل واحد كيعرف سو كيف كان الادوار كتكتب وكيتسند ليا الدور. كنجتهد فيه قدر المستطاع، وكنسمع وباقي الان كنسمع الملاحظات وباقي الان كنطبقها، لان كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله. تقاضيت عليه 80 درهم. 80 درهم عرفتي ما كنتش كندير بها شي حاجه، لان كنت كنشدها في الجوله وكناكل منها ونشرب. هذيك 80 درهم فيها لوطيل، ديك لوطيل ولا اطوال كنباتوا حنا والحشرات كندابزو قصارين معاهم. ما نخافش، الخوف يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، بما ان الانسان عنده واحد المحل ديالو ما كيتسالو حتى شي حد شي حاجه، ما داير لا كريدي لا والو، ما كيدق عليهش ما كيدقش عليه مول الكرا، يعني عنده واحد الاجره عايش بها، كيتمنى غير الصحه والعافيه وراحه البال. جات الخدمه مرحبا، عيط لي شي حد ولقيت راسي انني ديك الدور اللي عطاني ديك العمل اللي عطاني غادي نضيف ليه شي حاجه، اولا غيضيف لي يضيف لي هو شي حاجه، مرحبا. ما كان شيء بنقص، لا ابدا ابدا ابدا، ما كانش كاع عندنا، لان تقريبا عائلتي كلهم متفتحين، لا الوالد ولا الوالده ولا خوتي ولا كلهم متفتحين، كلهم كيعجبهم الفن، كلهم كيعجبهم الموسيقى، كلهم كيعجبهم الاغاني الكلاسيكيه. يعني تربيت في هذه العائله هكا، والحمد لله بقيت في هذه العائله هكا حتى اليومين هذا. تلقينا في تونس، كان واحد المهرجان أسبوع ثقافي، كانوا مجموعين فيه الفنانين الموسيقيين والفنانين المغنيين والمطربين والممثلين، كنا حنا مشينا بمسرحية قاضي الحلقة، وكان الإعجاب غير بالدور من جهته هو دوري، لأن كانت عندي النيابة العامة وكنت أصول وأجول فيها وباللغة العربية. وكذلك هو في إحدى السهرات من بعد ما كتسالى الخدمة كان كيجلسوا الفنانين مجموعة مع بعضهم في حد السهرات، أعجبت بصوته، وأنا ذاك كان كيغنى واحد الأغنية يا شراعا، يعني عندي ذكرى في ديال محمد عبد الوهاب. أولا الثقة، الاحترام، المتبادل، التسامح، ما تكونش الأنانية
يعني في تحت سقف واحد ما تكونش الأنانية، لأن هذا الزواج راه كنقول لك على 33 عام، هذه راه ماشي سهلة. اش غادي نقول لك، والله يدوم علينا، والله يخليك ديما انت اللي تسامح ليا. من وحده وحده وغير بلاتي، يعني هادو الاغاني ديالو كلهم هادفه، قلت لك اجتماعيه. ايوا ترقص يعني عاديه ديال اللي كيدير جميع المغاربه والامه الاسلاميه كلها. ان الحمد لله كنصومو كنصليو كنتقربوا الله سبحانه وتعالى يعني طيله السنه، ولاني هاد الشهر كنتقربوا لاكثر. المناسك ديال الحج، الله انا حجيت، والله يجيب لي شي حجه اخرى وشي عمره. للصدقة في خفيتان، كنت منه الصحة والعافية وراحة البال، وهادش اللي كاين. كالعادة هذيك ربات الطاولة هي الحريرة اللي احنا ما كنتخلاوش عليها. الحريرة يعني بكل معنى الكلمة، ماشي السميدة ولا البلبولة ولا هذا، الحريره. ايوا هذاك اللي كيحطوا كاع المغاربه المخرقه والسفوف والمبريوات والمستملحات. ايوا سعد كيدير شويه هنا وشويه هنا، مره كيكون خدام يعني بحال ما يعني رمضانات الاخرى اللي فات، مره الاوائل ديال رمضان كيكون معنا، ومن بعد عاوتاني كتكون عنده الخدمه، اولا كيخرج برا، اولا كيعاوتاني كيبغي يستقر بوحدو في دارو، يعني حسب مزاجه هو. ما كنبزوش عليه انه يجي يعني يجلس معنا بزز اولا، لا على خاطره.